السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كيفية كتابة باراجراف متكامل. الباراجراف في اللغة الإنجليزية له شروط وأركان. طبعا عايزين نخرج بره الدائرة الضيقة اللي في بعض المدرسين بيشرحوا بيها، إن الباراجراف لازم يكون عبارة عن مقدمة بتحفظها وأفكار بتتحط بس من غير تنظيم وخاتمة أي حاجة. طبعا لا، الباراجراف لازم يكون له أسس وقواعد بيتكتب بيها. أول حاجة في الباراجراف هي التوبيك سنتنس. إيه هي التوبيك سنتنس؟ التوبيك سنتنس هي عبارة عن الفكرة المحورية اللي بيدور عليها الباراجراف. أوكي؟ التوبيك سنتنس بتتكتب في أول باراجراف، وده بيبقى طريقة بناء الباراجراف، إن أنت بتبتدي الأول ب قطعة صغيرة. القطعة دي بتحتوي على التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس بيبقى لها شروط، ما ينفعش تكتب أي جملة افتتاحية تبقى هي التوبيك سنتنس. مثال، أنا مثلا جالي أني أكتب في موضوع عن توريزم، السياحة. كويس كده؟ طيب لو حبيت تكتب توبيك سنتنس عن السياحة، إيه هي أول توبيك سنتنس ممكن تيجي في دماغك؟ ممكن مثلا واحد يقول التوبيك سنتنس اللي هكتبها هي كالتالي: Tourism is considered one of the main national income sources or one of the main sources of national income. Okay. طيب، هل دلوقتي الفكرة دي تعتبر فكرة محورية أو أساسية؟ طبعا لا. السياحة تعتبر واحد من مصادر الدخل القومي. خلاص كده، دي فكرة فرعية من الفكرة العامة اللي هي اسمها سياحة. خلاص، وبالتالي الفكرة دي تصلح تكون في قطعة من القطع تحت، خلاص تتناقش في قطعة، أوكي، ويتم التركيز عليها، إنما ما ينفعش تبقى الحاجة العامة. خلي بالك معايا، أكتب مثلا Egypt urge investors to Egypt urge investors to invest on the big projects in Egypt. اوكي ماشي، في عندنا بس sources هنا نصلحها. اوكي تمام. طيب Egypt urge investors، يعني urge يعني تحس، urge investors to invest عشان يستثمروا on the big projects in Egypt. مصر تحث المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الكبيرة في مصر. اوكي تمام، هل دي ليها علاقة بالسياحة؟ طبعا لا. ممكن تقول ان من احد المشاريع الاستثماريه ان مثلا ممكن الناس تبني قرى سياحيه وهكذا، بس الامر بعيد شويه برضو عن السياحه، فتعتبر الجمله دي ملهاش علاقه قوي بالسياحه، او تصلح ممكن تكون فكره فرعيه بس هتحورها شويه، مثلا بناء قرى سياحيه، مستثمرين اجانب، في اي حاجه متعلقه بالسياحه. اوكي طيب، خلي بالك معايا، بعد كده هنشوف الفكرة دي. jobs opportunities is available in tourism industry. فرص العمل متاحة في السياحة. كويس، فكرة فرعية برضو إن السياحة بتوفر فرص عمل، دي فكرة فرعية ما ينفعش أكتبها في أول باراجراف. طب خلي بالك، tourism plays an important role in supporting Egypt both locally and
internationally. السياحة تلعب دور مهم في دعم مصر داخليا وخارجيا أو محليا وعالميا. كويس، الفكرة دي تنفع تلعب أو تقوم بدور التوبيك سنتنس أو الفكرة المحورية. ليه؟ لأنها مش بتتكلم عن حاجة معينة، مع إنها السياحة كده كده بتدعم البلد من كل النواحي. خلاص كده بتجذب الاستثمار وبتزود الدخل القومي وبتزود فرص العمل، تحسن صورة مصر كويس في الداخل وفي الخارج، فده يعتبر دعم السياحة تدعم مصر. خلاص كده كويس، ادي فكرة تنفع، فكرة رئيسية. ماشي، ممكن بقى حضرتك تاخد كل فكرة من الأفكار دي اللي هي الفرعية تبتدي تعمل عليها باراجراف. خلاص، ممكن كمان تكتب مثلا من الأفكار إن تقول terrorism terrorism is one of the most serious most serious problems that threatens، كلمة threatens يعني تهدد، the tourism in Egypt. اوكي، السياحة هي سوري آسف، الإرهاب هو واحد من المشاكل الخطيرة التي تهدد السياحة في مصر. كده يبقى أنت هتتكلم في باراجراف فرعي عن اسف قطعه يعني فرعيه عن تهديد الارهاب للسياحه. كويس كده، لما تيجي تبتدي تكتب الباراجراف هتعمل التوبيك سنتنس الاول في القطعه الاولانيه، هتكتب خلاص tourism plays an important role in supporting Egypt both locally and internationally. اوكي، وتكتب برضو ممكن مقدمة بسيطة كده، خلاص هتتكلم عن ايه. كويس، وبعد كده في الباراجراف في القطعة التانية من الباراجراف تبتدي تكتب فكرة فرعية، مثلا هتكتب tourism is considered one of the main national income sources in Egypt أو one of the main sources of national income in Egypt. تبتدي تتكلم بقى يعني ازاي ان هي بتوفر الهارد كارنسي اللي هو العملة الصعبة، و attract مثلا tourists from all over the world. تمام كده، وهكذا. ماشي، في الباراجراف تاخد تبتدي القطعة التانية، ممكن تكتب او تدخل على touristic places in Egypt. في touristic places in Egypt تتكلم عن اماكن السياحية في مصر. the Sphinx، ابو الهول، the pyramids، الاهرامات، وهكذا. تبتدي تتكلم عن الأماكن السياحية في مصر، توصفها وصف دقيق ومفصل، تدي أمثلة مثلا لوكسور، مثلا أبو سمبل، مثلا التمبلز، المعابد المختلفة، بيراميدز، سفينكس، أبو الهول، والكلام ده كله، هرجادة مثلا، شارم الشيخ. تبتدي إن أنت توصف كل حاجة بالتفصيل. ممكن الوصف التفصيلي ده ياخد يعني يكبر لك جدا 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 البروجرام بتاعك، لأن القطعة دي تبقى كبيرة. انت لو بس خدت مثلا 4 أماكن اتكلمت عليهم، شوف بقى هتكتب قد ايه، هتكتب كتير جدا. خلاص، طيب job opportunities is available in tourism industry، يعني فرص السياحة، فرص العمل متاحة في صناعة السياحة أو في مجال السياحة. كويس كده، tourism industry يعني مجال السياحة، مجال صناعة السياحة. اوكي، هتتكلم ازاي الفرص لما السياحة تتطور هتزود فرص الدخل والاستثمار هيزيد والدخل القومي هيزيد بتاع مصر، فبالتالي هنحتاج لناس كتير تشتغل في مجال السياحة، وإن ده هيقضي على مشكلة كبيرة في مصر، وهي مشكلة البطالة اللي مصر بتعاني منها بقالها فترة. خلاص؟ تمام؟ طيب هتتنقل للقطعة اللي بعد كده في الباراجراف،
terrorism is one of the most serious problem that threatens the tourism in Egypt. يبقى هتتكلم ازاي ان الارهاب والتفجيرات والكلام ده كله بيهدد صناعة السياحة في مصر، وبيخلي في يعني انحصار لعدد السياح في مصر، وتبتدي تدور على المفردات اللي ممكن تكتبها في القطعة دي. كويس، اخر قطعة هيبقى باراجراف، سوري، المشكلة باراجراف وقطعة، هي مشكلة، في مشكلة جامدة جدا. هو علميا ما فيش حاجة اصلا اسمها باراجراف بالشكل اللي انتوا بتكتبوا بيه. خلاص هشرح النقطة دي بس لما اخلص. تمام، طيب اخر قطعة هتكتبها في الباراجراف هي قطعة ختامية. خلاص، بتحاول تعمل فيها سمري بسيط جدا في 4 5 سطور للي انت اتكلمت عليه. لو عندك اوبينيون، طبعا لو مطلوب منك في السؤال ان انت give your opinion، تدي رايك، يبقى لازم تدي رايك. لو ما قالكش تدي رايك، ادي رايك برضو بطريقه مختصره كده تحت. خلاص، لو انت شايف ان في حاجه يعني بيرسونلي من وجهه نظرك شخصيا كده، شايف انت في حاجه معينه غير الحاجات اللي انت اتناقشت فيها، او هتعمل سامري بس للي انت اتكلمت عنه وتقول ان الاسباب دي والافكار دي هي اللي ادت، هي اللي هتؤدي ل مثلا تطوير والسياحه وان احنا نرجعها لمكانتها.